ايه بقى؟ عايز فلوس عشان العيد؟ لا 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 ما تقلقش، انا بس جاي استأذنك اطلع رحلة كده للسخنة في السريع. مع مين؟ صحابي كلهم. صحابك كلهم؟ ماشي يا سيدي. ماشي. هو يعني هو ليه ما تبقى موجودة يا بابا؟ استأذن انا بقى. خد جد هنا تعالى. انت بتجري كده وكأنك عامل عاملة. انا اعمل عاملة؟ ولا يا عاملة، انا يعني انا اصلا عشان متفق معاك ان انا ما اخبيش عنك حاجة. كويس خالص. قول لي بقى. قول لي بقى. يعني اقول لك ايه يا بابا؟ ايه اللي بينك وبين ريم؟ صداقة بريئة جدا جدا يعني. بس مفيش اي حاجة تانية؟ مشاعر ولا حاجة كده ولا كده؟ اعتبرني صاحبك وقول لي. خلصانة بصحاب. ماشي، لو في حاجة من دي هبلغيك ان شاء الله. حاضر. ايش عايز اي حاجة؟ لا شكرا. السلام عليكم. ربنا يهديك يا عمرو.